طيب السمنه المفرطه دي بقى لما تحصل لي هتعملي ايه؟ هتعملي مشاكل كتيره جدا، ضغط دم مرتفع، كوليسترول عالي، مقاومه انسولين. مقاومه الانسولين دي ليه يعني ظهرت مؤخرا والناس كلها بقت تاخد بالها منها، وبدانا كلنا نحس انه اغلب الناس اللي عندها سمنه بيعانوا من مقاومه الانسولين؟ هي موجوده. هعرف منين ان انا شخص عندي مقاومه انسولين؟ اولا طبعا بعرف عن طريق تحاليل طبيه. التحليل بتاع مقاومه الانسولين اسمه هوما اي ار، ده طبعا بيتعمل في المعمل، فساعتها الدكتور بيقدر يحدد الشخص ده عنده مقاومه انسولين. طب ايه اصلا قصه الانسولين علشان يبقى فيه مقاومه انسولين؟ الانسولين من الحاجات اللي بتفرز من البنكرياس علشان ايه؟ علشان تاخد السكر اللي موجود في الدم وتروح توديه لخلايا اللي هي العضلات والكبد واللي هي الخلايا اللي هي الشحميه اللي احنا محتاجين فيها طاقه علشان تدي الجسم طاقه. تمام؟ خلاص، طول ما الانسان في توازن ما بين هرمون الانسولين والجلوكوز في الدم انا تمام. طيب انا هفضل ادي لنفسي وادي لجسمي سكر كتير 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 كتير، فالانسولين بقى ايه؟ مش هيبقى ملاحق، هيحصل. رشحي لي، بما ان حضرتك صيدلانيه متخصصه في النوع ده، رشحي لي منتج عامل فيدباكس عظيمه مع الناس اللي عندها مقاومه انسولين او مع الناس اللي عندها مشاكل في الغدد او الحاجات دي، وناس كتير ممكن تكون ما تعرفش عنه حاجه. بصي، منتج السوبر سيليوم هنتكلم عنه النهارده باستفاضه، والقهوه الخضراء. طبعا السوبر سيليوم بيحتوي على اكتر من ماده فعاله، اول ماده فعاله معانا اللي هي الياف السيليوم. الياف السيليوم من الحاجات الممتازه جدا اللي اصلا بتشتغل على اكتر من عامل من العوامل اللي بتكون يعني مع السمنه المفرطه، بتشتغل على موضوع مقاومه الانسولين لان هي بتعمل توازن ما بين نسبة الإنسولين في الدم ونسبة الجلوكوز. طيب أنا ليه بقول إن هي كمان ممتازة مع الناس اللي عندها مقاومة في الإنسولين؟ لأنه مقاومة الإنسولين إنه خلاص الجسم أو الإنسولين ما بقاش قادر إن هو ياخد السكر من الدم ويوديه للخلايا بتاعته، فخلاص الجسم بقى عنده مقاومه انسولين. هيحصل لي ايه مع مقاومه الانسولين دي؟ هيحصل لي حاجات كتيره جدا بتترتب عليه، منها حاجه اسمها سها سيندروم. خليني ارجع تاني لمقاومه الانسولين. نورهان، مساء الفل. معاكي يا فندم، ازيك استاذه ندى؟ ازاي حضرتك ندى؟ مفيش استاذه. عامله ايه؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ بحبك جدا وانا بموت فيكي بجد، انا بعشقك. ربنا يخليك، معسوله وجميله وطول عمري بحبك والله. ده انت عيونك حلوين. هتسالي دكتور شذا عن ايه؟ ان انا عايزه اقول لها على الوزن بتاعي، وان انا كنت يأسانه يعني ونفسيتي تعبانه بسبب اللي وزني، وعايزه اعرف ايه الحل الامثل لوزني. انت وزنك كام الاول؟ انا 100. 100 والطول؟ 150. اوكي، يا قصيره متنمره قوي، بالهم القصارين دول عسلات والنبي، وبيلمسوا القلب كده لما تيجي تحضنيهم عسل. حالا هتقول لك يا نورهان الدكتور الحل. طبعا احنا النهارده هنتكلم عن السوبر سيليوم وعن القهوه الخضراء. هي خلينا بس الاول نرد على سؤالها. ماشي، مع نورهان هتبقى طبعا مفيده ومناسبه جدا معاها لحالتها، بس طبعا هي لما هتتصل على الارقام اللي ظاهره هتتواصل مع خبراء التغذيه، لان كل شخص على حسب حالته الصحيه وعلى حسب طوله وعلى حسب وزنه. هي ممكن تكون بتعاني من امراض تانية ما قلتلناش عليها. هي وزنها 100 كيلو بتاخد وطولها 150 بالظبط. ايوه، فهي ممكن تكون بتاخد ادويه، اكيد بتعاني من امراض تانية. كل شخص بيكون ليه الكورس المناسب ليه. الياف السيليوم هتقدر يعني تساعدها في ايه؟ او السوبر سيليوم، اولا الياف السيليوم من الحاجات اللي هتديها احساس مده طويله بالشبع، هتخلي جسمها يروح يدور على ان هو ازاي يلاقي الطاقه بتاعته، ان هو يبدا يحرق الدهون المتراكمه في الجسم في الاماكن اللي بتكون غير مرغوب فيها. كمان الياف السيليوم من الحاجات الكويسه جدا ان هي ما بتعملش امساك، يعني حاجه من الحاجات اللي بتكون مضايقه الناس وقت الدايت، ان انا بيكون عندي امساك او متضايق من الموضوع ده. الياف السيليوم من الحاجات اللي بتظبط ضغط الدم وبتظبط الكوليسترول، بتعمل تليين في الامعاء او في المعده او حاجه، بتشتغل على الجهاز الهضمي.